قبل ساعات من مباراة المغرب وجمهورية الكونغو، وليد الرجراجي يفاجئ المغاربة بتصريح غير متوقع وقرار ناري عن أزمة الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري أثناء استبدالهم في مباراة المغرب وزامبيا الأخيرة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. وليد الرجراجي تحدث اليوم وأكد أن الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري اعتذر عن واقعة غضبهم الشديد خلال استبدالهم في مباراة المغرب وزامبيا. وأكد وليد الرجراجي أن الأمور انتهت وأن كل الأمور داخل المنتخب المغربي الآن بخير. تابع وليد الرجراجي تصريحاته: زياش والنصيري وعدوا الجميع أن مثل هذا الأمر لن يتكرر مستقبلا. وأكد وليد الرجراجي أن حكيم زياش ويوسف النصيري سيتواجدان خلال التشكيلة الأساسية لمباراة الغد أمام جمهورية الكونغو، فهم لاعبين من بين الأفضل داخل المنتخب المغربي. وليد الرجراجي اختتم حديثه وتصريحاته اليوم موجها رسالته للمغاربة: أعرف أن الأداء الفني داخل أرض الملعب ليس بالمستوى المطلوب والمعهود والمأمول لكم، ولكني أعدكم بأننا سنقدم مباراة عظيمة ومباراة ممتعة أمام جمهورية الكونغو ستنال رضاكم بلا أي شك وبلا أي نقاش.